Hi, everybody there. Those months, nice again. Once again, marengviang. طارق عمار كان الدكتور طارق عمار في مستوصف المجمع الحين والحين في المجمع طب الفلج استاذ طارق قبل تعطينا نبهه عن حياتك في المجمع الاولي والان معكم دكتور طارق عمار كنت الاول في مجمع الحيش التربي من 22 سنه والحمد لله يعني نلت رضا المراجعين عندي وتنقلت من هي البسيطة المجمع الخليج الطبي المجمع هنا إن شاء الله على أعلى مستوى من التجهيز بيقدم خدمات نفس الخدمات اللي كنت بقدمها في مجمع النحيش وبالإضافة إلى خدمات مميزة أكثر في الناحية التقنية كخدمات الطاقة الخاصة بالتمريض وخدمات الأشعة والمختبر والطوارئ على أعلى مستوى وفقا لرؤية جديدة لوزارة الصحة. الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يسعدنا أن نفتتح مجمع الخليج الطبي معكم دكتور عزيزة علي نجم دكتوراة أمراض النساء والتوليد مدرس أمراض النساء والتوليد بكلية الطب. يسعدنا أن احنا نستقبلكم نستقبل الحوامل وحالات تأخر الحمل وأي مشاكل نسائية إن شاء الله تزورونا وتجدوا ما يسركم. تحياتي. شكرا دكتور. دكتور طارق عمار اخصائي طب الاطفال كان موجود في المنحيش سابقا مع 22 سنه موجود في الحسن. دكتور طارق هذه عيادته اخصائي الاطفال وحديث الولاده يوميا موجودين 9 صباحا 11:30 صباحا وبعدين من 4 عصرا الى 9:30 مساء ان شاء الله. يبقى عندنا غرفتين طوارئ دي ايه بقى؟ دي غرفة طوارئ رجال عشان المغذيات والحجز والكلام ده اذا في مغذيات بياخدوها جلسات اكسجين او غيره. وعندنا غرفة زاسين بالظبط نفس الغرفة هذه رجالي بعض الاخوة اللي ياخدوا مغذيات او جلسات اكسجين او غيره. Thank you.
انا جبتها من مصر انا بقيت متزنق بقى في الشنطه معايا بقيت خايف على التسلسل الحر ده الله ينور عليك لا بس ممكن في مكان فيه مكيف شغال عشان اقفل الغرفه لا يعني غرفه اه واخدها في المكتب عندي لا بس مثلا بالليل سبتها مثلا ساعتين ثلاثه عطشت الفجر ولا حاجه كنت اشرب شويه كنت هتلاقيها ساعه حلوه يعني والله فعلا متعه والله كنا زمان نمشي من الناس حاطينها على البلكونات وكذا يوم الخير والبركه والسلام البلدي انا شفت من الشرقيه من ترمب صدقني ما تعرف شاوة وتعرف انا جنب المطار على طول كنا المفروض الخير هناك كان معايا لا البلد دي كان معايا السعد الخوان ده كان ماسك عندنا وكيل في مدرسه صناعي بنين ولما اتقلت البنات كان معايا الاستاذ ناجي الشهابي وحاجه عارفه ناجي من شهابه كده ايوه صح كده ايوه الوقت ماسك مدير التعليم الصناعي المحافظ ايوه أسأل الله لكم جميعا التوفيق. آمين يا رب. آمين يا رب. Our grand opening of GULF CLINIC. Marengviang, 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 Marengviang,
يلا لك. Hi, this is our co-worker here in GULF CLINIC. Welcome to the grand opening. Yes. No problem. Go ahead. Hi, this is our mother. No problem. كده طلع جيب انا بس واحد صغير عشان البركه بس انا مش عاوز انا لا دكتورة سيبنا فوق اللي بعمله سي فوق Party for the opening of our new clinic. Me and Laika going to our accommodation with a happy heart and a happy feelings because
Now we have steady work now. Thanks to God that God is very generous to us. Thank you guys for everything, for watching my vlog. Don't forget to subscribe if you are new in my channel. And press the button bell and make comments. Bye bye guys.